حد ما ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء للطالب والقارئ. مقدمك مؤلف رحمه الله وينكل طالب العلم للدعاء واختذا. دع الله سبحانه وتعالى أن تكون من أوليائه. دع الله ندع دعاء واختذا إذا طالب علم دع الله دع أولياء ونشي. من هم أولياء الله؟ دع الله ملقري أولياء كرام سوق دي. هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. دع هذا كسان دي إيمان وتقوى رأيو زي كده ده. نعم التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية حاجز. تقوى دي تويش تدخل له ده الله ده عذاب بمسكي وفردة جوركي بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فهذا كارونو عملك والتكم حكم شوية ده وتكم نمنكري وده غينا منكي دوبان دي. لكن بعلم لا بجهل. لكن بعلم سرى بجهل سرنا. رجل ينام بين القبور. لو سرى ده يغير قبرونو منسكي ودكيجي. يشرب الخمور. شراب مسكي. يأتي بالمنكرات. منكرات وقنا هنا مكي. ونأتي بالطاعات. أو طاعات عبادات نكي ولا يتطهر من بول وندخ بلو متياز ونزان باكي. هذا ولي لا شك في ولايته. ده ولي ده دي بولايات كيس شك نشتده من أولياء الشيطان. ده شيطان ده أولياء هنا. لابد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. لازم خبر ده شده الله رب العالمين أولياء وكي وده الشيطان بأولياء وكي فرقوكو كما نفرق بين السماء والأرض. لك سنجة جزمك وأسمان كي فرقو. النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولياء الله. ده الله رب العالمين ده أولياؤنا ذي. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العبادة؟ آية نبي صلى الله عليه وسلم عبادة بريخده. بل الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة. بل كان الله رب العالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم تمد عبادة حكم كريم. لو كانت العبادة تسقط عن أحد لسقطت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كعبادة جرت إذا كان أخوا كده ند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى أخوا شباب. فالذي لا يعبد الله بس هذا كسان شد الله عبادتنا كي كافر كفر أكبر. كافر ده بكفر أكبر سرا. ولا نشك في ولايته. أو ده غيب ولايتك من شك نكو. لكن من أولياء الشيطان نسأل الله عافية والسلام والله أعلم. لكن ده ولايته غدا الشيطان ده الله رب العالمين نذيه.